يا أهلا يا أهلا، معاكم مريان. أفكار لوجبة الغداء النهاردة بتاعنا، حاجات حلوة قوي قوي وهتعجبكم. عندي لوبيا يا جماعة، من بالليل نقعتها في مية وصفيت المية. يلا نشوف بقى هنعمل ايه. عندي عصير طماطم حطيت عليه توم وبصل وشوية مية كده حلوين، نص كوباية تلات أرباع كوباية، وهعصرهم بصل وتوم ومية. يلا نشوف هنعمل ايه. على عين الغاز عندي سمنة بلدي، وهنزل بعصير الطماطم اللي عملت فيه البصل والثوم. كان عندي شوية شوربة متفرزين، هنزل ب اللوبيا اللي منقوعة من بالليل وغسلتها وصفيتها كويس على جنب بقى. يلا نشوف هنعمل ايه. عندي لحمة مفرومة اي كمية، وهبشر عليهم بصلة ونقلبهم كده في بعض. دي لحمة كندوز وانا خليت الراجل يفرمها يا جماعة. حطيت توم متفرز وهقلبهم في بعض، يبقى توم وبصل. يلا بقى رشة الملح، قرنفل المطحون حلو قوي قوي، وجربوا القرنفل المطحون يا جماعة. بابريكا، فلفل اسود، كزبرة ناشفة، وقرفة. لحمة مفرومة يبقى قرفة عشان تبين طعم اللحمة، وجوزة الطيب. هنبشر كده على الخشن وثلاث معالق من البقسماط وشوية ملح كمان. وبقى يلا، لا 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 الشوكة مش هتنفع بإيدينا الجميلة الحلوة دي، هندخل كله في بعضه. اللوبيا يا جماعة غلت، هقفل عليها النار. وعلى عين الغاز عندي طنجرة أو طاسة، وهنزل بيه فلفل متفرز، بسلة، جزر، وفاصوليا خضراء، وهنزل عليهم ببصل. فلفل، فاصوليا، بسلة، جزر، وبصلة. عندكم كوسة حط كوسة، عندكم بطاطس حط بطاطس. وديتها رشة ملح، وفي السمنة البلدي هشوحها لحد لما البصل كده يدبل شوية بس. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. كنت بشرب نسكافيه، صحينا متأخر يا جماعة وما شربتش النسكافيه بتاعي، فقلت اشربه انا وبحضر الغدا. جبت ستريتش راب على رخامة، ونزلت اللحمة المفرومة وهرققها، هوططها كده اعمل شكل مستطيل زي ما انتوا شايفين، ونسويها كويس من كل الجناب. عندي بقى ايه، جبنة باندا يا جماعة، الكيس ده 2 كيلو، انا جايباه ب 120 جنيه. هنزل بكمية جبنة موتزاريلا محترمة، جبنة باندا من خلال تجربتي معاها، لا حلوة وبتسيح وبتمط. والموتزاريلا معروف يا جماعة ان هي عديمة الطعم، طعمها خفيف جدا جدا. كمية محترمة من جبنة الموتزاريلا حطيتهم على اللحمة المفرومة، ونزلت الخضار. ممكن نستغنى عن الخضار؟ اه. ممكن نزود اي نوع جبن؟ اه. ومن الجنب كده هبدأ ان انا ارول اللحمة، اعملها رول، هخليها تبقى اسطوانية، ونحاول بقى ايه ندخل كل اللي وقع من الجناب ويمين وشمال، ونطلع الهواء ونفرغه وندوس عليه كده زي ما انتوا شايفين، ونقفل من الاطراف يمين وشمال، نعملها زي البونبون كده يا جماعة. شايفين يا جماعة عاملة زي البسطرمة. ادي رول اللحمة بالجبن والخضار. عندي صينية هدهنها زيت، اجيب ورقة زبدة احط عليها برضو زيت، هقفل كويس اللحمة، وبعدين هنزلها في الصينية زي ما انتوا شايفين. هجيب كاتشب من الوش، وهدهن الكاتشب على وجه رول اللحمة بالجبن والخضار. انا عملت قبل كده رول لحمة يا جماعة مدهون محشي جبن وبتنجان، هنزل لكم الوصفة في الديسكريبشن بوكس. هندخلها الفرن كده. اللوبيا بتاعتي استوت، يلا بقى نعمل ايه، السلطة. يبقى اللوبيا يا جماعة استوت، ودخلت رول اللحمة بالجبن والخضار في الفرن، وهنزل لكم في الديسكريبشن بوكس وصفة رول اللحمة بالجبن والبتنجان، انا عملتها قبل كده. عندي خيار، عندي طماطم،
اتمنى ان انتوا تاخدوا جولة في القناة وتشوفوا الفيديوهات اللي انا عاملاها، الوصفات، الريفيوهات، كل ما يخص المرأة، اجهزة كهربائية للعروسة، نصائح للعروسة وللمرأة عامة، تجربتي في حاجات كتيرة، عندي بصل، عندي جرجير. شرفتوني ونورتوني، معاكم ماريان. من الفريزر جبت الفلفل متفرز وبقطعه بكل سهولة، عادي جدا يا جماعة قطعوه وحطوه على حاجة باردة، مش لازم يطلع على حاجة سخنة، انا باكله هو في السلطة متفرز بالهنا. اتمنى ان افكار النهاردة تكون عجبتكم. شايفين يا جماعة الرول اللحمة هو لسه ما استواش بس شكله حلو، حطيت مية على السلطة، حطيت خل، حطيت شوية ملح وهنقلبها وخلاص كده السلطة استوت. السلطة خلصت واللوبيا استوت. هنقدم بقى السلطة، عندي شوية زيتون، عندي مخلل مشكل، هنحط اللوبيا في طبق صغير، ده طبق الشوربة بس شكله حلو. اللوبيا جميلة وطعمها حلو بالهنا. مستنيين رول اللحمة بالجبن والخضار يطلع. الله، بص يا جماعة اتشققت شوية او الجبنة خرجت او اللحمة اتفتحت عن بعض، ده معناها انها استوت. بكل اسف الظاهر ورق الزبدة ده نوع رديء، رغم ان انا جايباه من محل كبير وغالي كمان، بس الظاهر يعني ورق الزبدة طلع رديء، لزق معايا من تحت، بس هشيله انا وبقطع الرول اللحمة، هشيله يعني لما اجي اكل. فبسيطة، قطعت كده اللي من على الجناب وسبت بس اللي من تحت. زي ما انتوا شايفين الجبن سايحة، اللحمة مستوية، حتى اللحمة اللي من جوه مستوية، الموتزاريلا سايحة زي ما انتوا شايفين. الله الله، الخضار باين والجبنة باينة والكاتشب كمان مدي شكل حلو من على الوجه. الجبن سايحة اهو، جبنة باندا محترمة، شايفين؟ الله الله، وادي اللحمة مستوية. اتمنى ان افكار النهاردة تكون عجبتكم، رول اللحمة بالجبن والخضار يكون عجبكم. اتمنى ان انتوا تاخدوا جولة في القناة وتاخدوا افكار مني. باي.